النظري خدت الفانكشن بتعمل استيميشن. العامل انك لما تشوف الاستيميشن تعرف ما تدخلش على الاليفيشن اليفيشن او العكس. ده العامل بارامتر كلينك ما توصلش نفس الوضع. انت خدت كل اللي انا هشرحه كله او بتاعك خدت البلاد ريفر الباثولوجي ولكن ما خدتش ازاي تقراها. وبالتالي انا مش جاي اكرر الكتاب التطبيقي، انا جاي اتركز في الكتاب بعمل الكتاب في المراجعه ستريس على طريقه الامتحان. بس هم دلوقتي بيتعلم ازاي تقرا التاريخ. فاول تقرير عندنا واطول تقرير فيهم اللي هو البلاد ريفر فبيجي لنا الامتحان ازاي؟ 40 درجه 20 درجه منهم ام سي كيو تبع بيبر 3 ريت تبع بيبر 3 ريت وغالبا ده تقدر تجاوبه من ريت الاسئله دي غالبا مين هتجاوبها من ريت و20 درجه تقريبا ديمونتاج تقريبا 2 3 زي ما في وبيديك خمس تقريب بيديك ثلاث تقريب بيديك تقريب واحد بعد الدور. نعم اول 20 انت كيو في بيبر 3 بعد بيبر 1 بيبر 2 بيبر 3 في ريت بيبر 3 دي انت كيو كلها منهم 20 درجه في اللي كانت بتوصل فرق واحد بس وده ممكن تجاوبه من النظر يعني اغلبه هتجاوبه من النظر يعني في 20% اللي هم التقريب ده انت عايز تمتحن الاورا طالب طالب الدكتور على الترابيزه يدي تقرير اقراه ويناقش فيه. المناقشه فيه تبقى غالبا سؤال محدد ايه هي الفيرجر انفستيجيشن بتاعتك؟ انما الدكتور ده لا يفهم كلينيكال ولا يفهم تريتمنت ولا يعرف الحاجات دي اساسا. هو سؤال محدد ايه الفيرجر انفستيجيشن اللي بتعملها للعيان؟ فرق بين كذا وكذا وكذا. يبقى اذا 20% ام سي كيو دول ممكن يتحلوا نظري عادي من هنا ومن النظري كلمه واحده. 22 درجه تقرير اللي هو الشق العملي بتاع كلينيا بطل ده بيبقى مع الدكتور دي تقرير او اثنين. 60 ل 70% من التقارير اللي هتيجي اخر السنه لا ضربه وال 30 40% الباقيين بقيه الحاجات يبقى 60 70% لا ضربه. خلاص تعالوا نشوف ايه القصه. أول حاجة البلاد ريفر النهارده البلاد ريفر. البلاد ريفر بيتشارك على ثلاث مراحل ثلاث مثلات بس. المرحلة الأولى حاجة اسمها البارامتر البارامتر بتاع التقرير. تاني مرحلة الألجوريزمك أبروتش تبص على كذا طلع كذا فكر في كذا أو كذا طلع كذا فكر في كذا أو كذا ألجوريزمك أبروتش. ثلاثة نقطة اللي هي احنا نحل تقريبا مرة عندنا 14 تقريبا مرة بس وبعدين نريح وبعدين ناخد الايه؟ الجزء الثاني هو الأطول شوية والأكبر بس البلاد ريفر هو الأهم. فالبرامترز ثلاث حاجات رئيسية وحاجات فرعية. ثلاث حاجات رئيسية ار بي سيز White blood cells platelets heart disease white blood cells and platelets. ايه هي البارامترز بتاعت الار بي سيز؟ ار بي سيز كاونت وميدولين كونسنتريشن هيماتوكريت فاليو مين كورباسكولار هيموجلوبين مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن مين كورباسكولار فوليوم مين كورباسكولار دايمتر ريتيكلوسايتس شيب. وساعات يعملوا حاجه اسمها ظهور فراجيلتي بس قليل ما فيش. فراجيلتي. الار بي سيز عندي جرانيولار سيلز ونون جرانيولار سيلز. الجرانيولار سيلز نيتروفيلز نيتروفيلز نيتروفيلز. النون جرانيولار سيلز نيتروفيلز
مونو سايز. في أربع اللي هم الملايكة الست دول مش موجودين برضه. طيب وفي بليتكس دي الكاركترز بتاعت تقريب ده. هبتدي نقطة نقطة. ايه النورمال؟ ايه اللي يزود؟ ايه اللي يقل؟ ايه النورمال؟ ايه اللي يزود؟ ايه اللي يقل؟ الار بي سي بتاعه النورمال اربع ارقام من رقم الى رقم اثنين، من رقم الى رقم اثنين، يبقى تاخد كام رقم؟ اربعه. دي بقى مشكلتين الارقام دي فيها كسور. المشكله الثانيه يعني بعد ما تحفظهم يختلفوا المعمل اللي معاهم كمان، لو حفظتهم تروح المعمل تلاقي رينج تاني تفضل تاني. ولهذا لا داعي ان احنا ناخد كل ده. انا هحفظ الالف بس، لقيت فوق منه كتير يبقى نورمال، تحت منه كتير يبقى ابنورمال. عايز تحفظ الجاي نفسها مين؟ هنا موجود بس انت مش هتحفظ. ولهذا بنقول ايه؟ ان نورمال كاونت 5 مليون ار بي سي بير كيوبيك مليمتر، بير كيوبيك مليمتر. يعني لو عندك ملي 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 كده عد دي كام ار بي سي يطلع 5 مليون. تمام. طبعا هتلاقي الرينج من الى اقل حاجه بسيطه. الهيموجلوبين كونسنتريشن بيرسنت تركيز الهيموجلوبين في الدم كام؟ 15 جرام برسنت. كلمة برسنت هنا معناها ملي لتر، أو معناها معناها 100 ملي لتر، أو معناها 100 كيوبيك سنتيمتر، أو معناها دي سي لتر. يبقى ليها ثلاث معاني، 100 ملي لتر، 100 كيوبيك سنتيمتر، أو دي سي لتر. الثلاث ساعتك ثلاث حاجات. حاجة عجيبة في الكويت، يعني 15 جرام بس. يعني لو انت عندك 100 ملي لتر دم هنطلع التربيزيز اللي فيه، نعصرهم كده طبعا في نوزنه يطلع 15 جرام. يبقى 15 جرام لكل 100 ملي لتر. بختصرها بكلمة برسنت، بختصرها بكلمة برسنت. فده أول ما هو الكريت فاليو؟ بيسموه الباك سيل فوليوم. باك سيل فوليوم ايه هو ده؟ ده الار بي سيز ماينس الفيلو ماينس البلازما. ار بي سيز بس نسبتها قد ايه؟ حوالين ال 45% 45 45% خلايا، 55% بلازما. ده ايه؟ ده الهيماتوفيل بدل. بعد كده عندي مين كورباسكولار هيموجلوبين؟ يعني ايه كورباسكولار هيموجلوبين؟ يعني كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الخلايا. الخلية بتخش في الخلايا احجامها مختلفة، وبالتالي كمية الهيموجلوبين فيها مختلفة. انا بقول لك انا عايز المتوسط لمين؟ فالمين كورباسكولار هيموجلوبين 30 بيكوجرام. يعني كل خليه طبعا لو بيستوعب صغير قوي وكبير قوي بياخد المتوسط 30، بيبقى من 27 ل 32. بس انا بديك الايه؟ الرقم واحد للتسهيل. يعني كنت بتلاقي 29 ماشي، بتطلع 30 ماشي، انما لما تكون 22 قليل، لما تكون 60 كتير، وهكذا. ولهذا المين كورباسكولار. الحاجه الثانيه اللي هي المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، هي نسبة الهيموجلوبين بالنسبة لحجم الخلية. نسبة الهيموجلوبين بالنسبة لحجم الخلية، ده تقريبا 34%، 34 جرام بير سنت. يعني ايه جرام بير سنت؟ لو عندك 100 مللي في قد ايه هيموجلوبين، شيل بقى البلازما وشيل الخلايا، يطلع 34 جرام. فهي نسبة. المين كورباسكولار فوليوم متوسط حجم الخليه.
90 فيمتو جي، 90 فيمتو جي، فيمتو جي ده فيمتو يعني واحد على واحد على ضرب 15 سم. فانت 90 فيمتو جي طبعا هي برضه ايه؟ من 76 ل 96 لكن بناخد رقم واحد اللي هو 90 فيمتو جي. المين تو باسكولار دايمتر من 6 ل 7 مايكروميتر، من 6 ل 8 يعني قول 7 مايكروميتر مسبوسه يعني. الريتيكلوسايت هي الخليه اللي قبل ما تيور ار بي سي مباشره، دي مكانها في البون مارو، وسميت الريتيكلوسايت لان ملهاش نيوكليس وملهاش خليه من النيوكليس، هي فيها نيوكليك اسيد كده بيتسبب بالكريسايت لو يعمل شبكه، سميت الريتيكلوسايت فهي موجوده في البون مارو. لما تبقى مطيور تطلع على الار بي سي، لكن مسموح ان يتسرب منها نسبه معينه الى البريفرنت سيركيليشن مقدارها من 2 من 10 ل 2.5% من الار بي سي، من 2 من 10 ل 2.5% من الار بي سي ريتيكول سايز. الشيب ديسك شيب وباي كونكيف، ديسك شيب وباي كونكيف. خد الفراجيل دي ادي البارامترز بتاعت الار بي سي. تعال نمسك حاجه حاجه. اول ثلاثه دول اخوات، الاثنين اللي بعدهم اخوات، الاثنين اللي بعدهم اخوات. الار بي سي كام؟ والهيماتوكريت فاليو والهيموجلوبين بيعلوا مع بعض ويقلوا مع بعض. بيعلوا مع بعض في البولي سايتيميا ويقلوا مع بعض في الانيميا. كل الجميع طب هما لما طالما بيعلوا مع بعض بيقلوا مع بعض، يبقى ادونا ثلاثه بارامترز ليه؟ ادونا بارامتر واحد لما نقعد نحفظ، ادونا بارامتر واحد بس. قال لك ما هو هم بارامتر واحد بالنسبه لكم لما النسبه تختار اكبر هم كذا بارامتر، يعني ممكن يبقى واحد عنده بولي سايسيميا وانيميا في نفس الوقت ازاي؟ قال لك اصل بولي سايسيميا معناها زياده في الكاونت، وقد يكون معاها ايرن ديفيشنسي فبتاعت الهيموجلوبين قليل، خلايا كتير اه بس ما فيهاش هيموجلوبين. وانا وريتكم في السلايد بتاعت الانفستيجيشن بتاع حد الابدومن شكل المايكروسكوب بتاع البروتينين دايره حمراء كده جوه ابيض، تتخيل لو عددهم كتير لكن فاضيين من جوه، يبقى من حيث الهيموجلوبين هم انيمي، من حيث الكاونت هم بولي سايسين. هل ما يمنع ان اللي عنده بولي سايسين ما ياكلش حديد؟ تجيله ما يمنعش، تجيله ايرن ديفيشنس انيميا ولهذا هم يعتبر بارامتر واحد بالنسبه لنا احنا اللي هو الواقع اكثر من بارامتر. طيب المين كورباسكولار هيموجلوبين والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، المين كورباسكولار هيموجلوبين والمين دول يعتبر بارامتر واحد بيزيدوا مع بعض في حاجه اسمها هايبر كروميا، ويقلوا مع بعض في حاجه اسمها هايبو كروميا، هايبر كروميا وهايبو كروميا، دول بيمثلوا اللون. هتقولي يا دكتور طالما هم بارامتر واحد حطينا رقمين ليه؟ ما كفايه رقم واحد. هقول لك ده بالنسبه لكم حاجه واحده، لكن هم مش حاجه واحده. ليه؟ لان لما الخليه بتكبر الهيموجلوبين اللي فيها بيكتر، فالمين هم الهيموجلوبين ايه؟ بيزيد، لكن نسبه الهيموجلوبين اللي زاد بالنسبة لحجم الخلية اللي زادت هو يبقى قد يكون المين كورباسكولار هيموجلوبين عالي، لكن المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن نورمال، هما مش بارامتر واحدة ولا حاجة، ولكن عادة بيكون بارامتر عادة بالنسبة لمستوانا هاي هايبركروميا هايبركروميا. المين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار دايمتر يكبروا مع بعض، يكبروا مع بعض، يكبروا مع بعض، تلاقي السمة
ماكروسايتوزيس. نقله مع بعض بيتسمى مايكروسايتوزيس. ماكروسايتوزيس ومايكروسايتوزيس. خلي بالك. طب يا دكتور طالما ان هم بيرامتر واحد بتدينا رقمين ليه وتحفظنا ايه؟ بتلاقي حاجه قال لك لا هم بالنسبه لكم بيرامتر واحد، لكن واقع الامر هم دول بيرامتر اكبر شويه. ازاي؟ قال لك ما هو النورمال سيل ديسبلاي لما بيحصل سيروتايتوزيس بتبقى زي الكوره، فالفوليوم بيكبر. لكن ده انت الفوليوم بيكبر، قال لك ده انت مش بالضروره ان الفوليوم والدايمتر يمشوا مع بعض. كوره فسيه كده كانت انت بتروح مثلا 15 سم افق، لا الدايمتر بقى 10 سم، لكن السايز ايه؟ زاد على التسليم سايتوزيس. الريتيكلوسايتس هي الاماتيور ار ديزيز. الريتيكلوسايتس هي الاماتيور ار ديزيز. والاماتيور ار ديزيز دي ماتيور ار بي سي او مكانها في البول مارو، جزء منها بيتسرب للايه؟ للسيركيليشن. طب ايه اللي يخلي نسبه اكبر تتسرب للسيركيليشن؟ لما يكون في هايبر اكتف بول مارو بروليفريشن، لان ده ما بيديش تايم للماتيوريشن. صح؟ الاربع عندك ماك بس وعليه ضغط عالي، فما بيستناش العيش ان هو يستوي كويس، بيخرجوا نص ساعة علشان يطلع غيره عشان يلحق. انت عندك البون مارو مكتظ بالريتيكلوسايتس مش هيقدر يطلع غيره، لان في حاجه اسمها ايه؟ كونتاكت انجريشن. حطيت تاني ده ليه؟ ارجع هنا اللي بيحصل للبروليفريشن للجزء ده، بس البروليفريشن للجزء ده بعد ما بيتحموا بقى بيصلوا بعض، ما بيكملوش جروس، فاكسبها كونتاكت انجريشن. فانت البون مارو لما بيوصل على الاخر يحصل سلطه في الوش اصلا بيجروح، مش هيقدر بيجروح بريد تاني الا لما يتفرج الزياده بره. طب هي ما بقتش قدام السيل، طب هتعمل ايه؟ بتخرجها نص سيل، بتخرجها في الانسايد. يبقى اذا الهايبر اكتف بول مر، الهايبر اكتف بول مر هو اللي بيطلع الكميه دي بره كبيره. طب ايه اللي يخلي البول مر هايبر اكتف؟ ان هو ستيميوليتد بالهيموليسيس. ستيميوليتد الهيموليزم انيميا يعني. ادي واحد لما يكون في هيموليزم انيميا بس ستيميليت الهيموليزم. نمرة اثنين بالهيموليج اكيوت هيموليج بيبروليفريت عشان يطلع. ثلاثة لو انيميا اندر تريت، واحد عنده انيميا تديله علاج مخصوص عشان يزود البروليفريشن. أربعة ريكفري from bone marrow suppression. Recovery from bone marrow suppression. لأن أنت النهارده عندك البون مارو اديته سايتوكس دراج عمل لك بون مارو سبريشن فجالك أنيميا. الأنيميا دي بتحاول تستيميوليت البون مارو عشان يعمل تومباتات هايبربليزيا. أصبح البون مارو تحت قوتين، قوة بتعمل له انهبيشن اللي هي دراج سايتوكس دراج على سبيل المثال، وقوه بتعمل له ستيميليشن اللي هي الانيميا. مين الكسبان؟ الكسبان طبعا الدواء اللي انت بتديه، عشان كده البول مارو سبريشن. وقف بقى البول مارو سبريشن ده فجاه، يبقى تحت تاثير حاجه واحده بس اللي هي الانيميا، يبتدي ايه؟ يبروليفريت. ولهذا انت عندك اربع حاجات يعمل له الريتيكوسايت. طب ايه اللي يعمل الريتيكوسايتوبينيا؟ ايه اللي يقلل الريتيكوسايت؟ لما البول مارو بروليفريشن يقل زي حالات الميجالوبلاستيك انيميا. وبلاستيك انيميا. بلاستيك انيميا في جلد بلاستيك انيميا. يقلل الكاونت. الشيب ديسك واي كونكيف. في بقى شيبس اخرى. الاهمها يا جماعه سفيروسايت. ده بيحصل مع المايكروسيتيك هايبرتروبيك انيميا. حاجه اسمها سفيروسايتوز. ادي واحد. حاجه ثانيه اللي هي التارجت سيل تحصل مع الثلاسيميا.
الفرق طبعا السيلو سايد كوره صغيره الفرق الزيت في العمل كده عارف التارجت نشر عليه شكله كده بالظبط اذا طب ليه اسم تاني بص شو بنعمل ازاي ايه اسم تاني للتارجت زيت تاكل سايد شو بنعمل ازاي ميكس كان هات سيل انك بص على ميكس كان هات من فوق عشان البرودكت المكسيكيه فيها كده حطها بص عليها من فوق نشر فيها كده بالظبط ميكس كان هات سيل او يسموها الايه ال تارجت سيلز هم دول التو سيلز اللي يهمون طبعا ممكن يجي لك كمان سكيل سيل ده بيجي في الامتحان في اشكال اخرى بقى شفت سايد مش عارف ايه ليفت سايد طيب اقول لك بالمره موضوع الاسطوره الفراجيلتي لان الامر ما يسمعش ايه موضوع الاسطوره الفراجيلتي حضرتك هتجيب الار بي سي بتاع الصلاين تركيز الصوديوم كلورايد في الصلاين كام؟ 0.9 تركيز الصوديوم كلورايد داخل الار بي سي كام؟ 0.9 مره في ميه داخل ولا ميه داخل؟ حط خليه مخفف خليه 7 من 10 بدل 9 من 10 الميه تخش تبقى سريعه ولا لا؟ 2 تبقى 10 خليه 6 من 10 الميه تخش اكتر تبقى 10 45% يعني نص الصلاين نص تركيز الصلاين تبتدي اضعف خليه تراكشن اضعف خليه تبتدي تراكشن امال اقوى خليه تراكشن عند التركيز كام؟ 0.33 كويس فلو انت ربشرت عند 7 من 10 يبقى التراكشن بتاعك عالي دخل كميه ميه قليله جدا وبعدين فرق اعلى بالتالي كل ما الرقم زاد كل ما معناه ان الاوزموتيك فراجيلتي عاليه وده بيحصل في الهيموليت كمين يبقى بتقول ايه؟ الاوزموتيك فراجيلتي كام؟ من 0.33 ل 0.45 ايه اللي يزودها؟ البروتروم تايم ده بس مش بروتروم تايم انا قلت البيلينج تايم عايز كمان الاول قبل بروتروم تايم اكواجيليشن تايم
ريجيليشن او فلوتنج تايم. واحد بيجيب شويه دم ثم يجلط، هيجلط في وقت قد ايه؟ تقريبا من 4 ل 8 دقائق. في فرق بين البريدنج تايم والكوجيليشن ايه؟ تايم. الهرب كل هذا الكلام ليه بقى؟ لما يقل لما يطول الكوجيليشن تايم ده معناه ان في نقص في الكوجيليشن فاكتور. يعني العين عنده كوجيلوبر. الحاجات دي بناخدها ليه؟ عشان نعرف لو في بليدنج قد يكون سبب مثلا الريتيكوسايتوزيس اللي موجود بليدنج تندنسي كوجيليشن تايم. احيانا يديك كمان الاي اس ار الريتروفيتك سيدمنتيشن ريت. ايه هو الريتروفيتك سيدمنتيشن ريت؟ نحضر كوب ونضع بالكوب ماء ونضع بالماء رمال ونقعد نقلب الرمله دي. خلاص خليك الرمله، سيب بقى الرمله وامشي، روح ساعه وارجع هتلاقي ترص هنا من الرمله 10 مللي. طب روح ساعه كمان وارجع هتلاقي ترص كمان 10 مللي. اذا سرعه ترصيب الرمله 10 مللي بين الساعه، 10 مللي الساعه ده سرعة ترسيب الرمل. طيب نفس الوقت انت عندك انبوبة فيها دم، الدم ده عبارة عن ار بي سيز وجلوبيولينز والبومين وبلازما بروتين كده و سيرم. الار بي سيز عليهم بره نيكتيف تشارج، الالبومين عليهم بره نيكتيف تشارج، الجلوبين عليهم بره بوست تشارج. هات النيج تشارج ما بين الارتيز وبعضها والالبوم كل ما يقربوا من بعض يبعدوا، يعملوا حاجه اسمها راندم موفمنت، عمليه التقليد. تعالى بعد ساعه هتلاقي ترسب 10 مللي، بعد ساعه كمان 10 مللي، يعني سرعه ترسيب الار بي سيز الفيرمنتيشن ريت 10 مللي الساعه. طب عندك انيميا، يعني الار بي سيز بعيدة عن بعض ما بتخبطش في بعض وبالتالي مفيش راندم موفمنت فسرعة الترسيب تزيد. عندك هايبو البومينيميا نفس الوضع، سرعة الترسيب تزيد. طب عندك أي حاجة تدوس الجاما جلوبين انفكشن كولاجين ديزيز مالينس أي حاجة من الحاجات دي تزود سرعة الترسيب لأنها بتزود، لأن البوستر يوم ساحب النيجاتيف لازم فيه ومنزله تحت. ولذلك يقول لك ايه اللي زود سرعه الترسيب؟ تقول له انيميا، هايبو البومينيميا، او انفكشن، كولاجين ديزيز، مالجنس، التيمال مايلوما، الحاجات دي كلها تزود سرعه الترسيب. ايه اللي يقلل سرعه الترسيب؟ ببساطه البوليس اي سي، انت عمال تخبط 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 تخبط، ودي كونسنتريشن الراندم موفمنت عالية. إذا دي البارامترز الزيادة اللي ممكن يديها لك. يبقى النورمال عندنا هنا مين؟ من 10 مللي في الساعة. خلاص يا عم عرفنا البارامترز اللي فوق دي بالزيادات البسيطة بتاعتها. تعال على الوايت بلاد سيلز. في جرانيولار سيل فيها جرانيولز، في نون جرانيولار سيل مفيهاش جرانيولز، فيها جرانيولار سيل نون جرانيولز. الجرانيولار بتديك كلمة فيل، نيوتروفيل، إيزينوفيل، بيزوفيل. اللي بتسبب صبغات قاعدية بتسمى بيزوفيل.
اللي بيتسبب بسبغات حامضيه بتسمى ايزينوفيل، اللي بيتسبب بسبغات متعادله بيتسمى نيوتروفيل. يبقى انا عندي نيوتروفيل ايزينوفيل بيزوفيل. النيوتروفيلز دي نوعين، ستات وسيجمنت. ستات اللي هو الجين مديون يعني اللي تقابل الريتيكوسايتس، والسيجمنتد اللي هي المديون. هتقول يعني ايه الكلام ده؟ النيوتروفيل يا جماعه الخليه كده كان الميديا بتاعتها بيبتدي لما تبطيور بقى وتخرج للبريفرال سيركيليشن تبقى سيجمنت. يبقى البريفرال سيركيليشن سيجمنت اللي في البون مارو ستاف او يسموها باند. طيب مسموح للستاف بنسبه ما انها تتصرف في السيركيليشن زي ما كان مسموح للريتيكوسايت انها تتصرف في السيركيليشن. بنسبه قد ايه مسموح؟ 1 إلى 5 إلى 10. كويس؟ ده المسموح. طيب لو بقت 1 إلى أكثر من 10، يعني هنا نسبة السيجمنتد. تعالى بص اكتبها كده يا جماعة، أو ستاف إلى سيجمنت. ستاف ده الجين ماتيور، السيجمنت ده الماتيور. 1 إلى 5 10. لو الرقم اللي عليه هو اللي زاد بقت 1 إلى أكثر من 10، ده اسمه شيفت تزاراي. لو الرقم اللي على اليمين قل، يعني 1 إلى أقل من 5، ده اسمه شيفت تزاراي. صح ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده؟ شيفت تو ذا ليفت معناها ان الان ماتيور زاد، معناها ان الان ماتيور زاد. طب ده معناه ايه؟ ان في بول مارو بروليفريشن. فايه اللي استبدلت البول مارو ده طلع هاي بلاد سيلز؟ ها؟ هيموريج وميرسيس انفكشن. هيموريج وميرسيس ايه كمان؟ هيموريج مالجنسي. ايه كمان؟ هيموليتيك انيميا. ايه كمان؟ هيموريج اللي هم بيعملوا ريتيكوسايتوز. طيب ايه اللي يعمل شيفت تو ذا رايت لما البروليفريشن يقل؟ اللي هم اللي جاله بلاست انيميا وبان سايتوبين، دول يعملوا شيفت تو ذا رايت. تعالى بقى نشوف ارقام الوايت بلاد سيلز. المساله كلها ارقام. انا دايما بسيب الكلينيكال توتج هنا لان هو كمل حفظ فيه و ما تكونش فاهم الحيوان، كان بسيط. اولا عندنا حاجه اسمها توتال ليوكوسايت كاونت. توتال ليوكوسايت كاونت كل الارض الوايت بلاد سيلز على بعض عددها قد ايه؟ من 4000 ل 11000 للكيوبيك مليمتر. من 4000 11000 بير كيوبيك مليمتر. خلاص كام؟ طيب لو قل الرقم يتسمى ايه؟ ليوكوبينيا. طب لو زاد الرقم يتسمى ايه؟ على حسب بقى، لو تحت 50000 يتسمى ليوكوسايتوزيس، لو اكثر من 50000 يتسمى ليوكيميا. يتسمى ايه؟ ليوكيميا. خلي بالك هذه الارقام مش قران، دي تقريبيه، يعني تقريبيه عند الغالبيه كده. لكن في ليوكيميا بتقل عن 50000، في ليوكيميا بتبقى نورمال اصلا خاصة بالبول مارو اللي هي صار ليوكيميا ليوكيميا، وفي ليوكيميا اسمها الوكيميا ليوكيميا. وبالتالي هذه الارقام تقريبيه، اقل من 50000 ليوكوسايتوزس، اكثر من 50000 ليوكيميا. وعشان اكون محدد لو اقل من 100000
تسمى اكيوت لوكيميا ما بيلحقش يعمل رقم كبير. لو اكثر من 100,000 بيلحق يعمل رقم كبير يبقى كرونيك لوكيميا. وارجع واقول هذه الارقام تقريبيه. تمام؟ لان هنحكم على اللوكيميا وجود البريمتيف سيلز مش بس بالارقام. وجود البريمتيف سيلز مش بس بالارقام. طيب النيتروفيلز الديفرنشال بقى الديفرنشال كام؟ كام في المية في الدول؟ من 40 ل 75% من الدول. ولذلك الرينج بتاعها واسع جدا. تخيل 40% من 4000 للحد الادنى، 75% من 11000 للحد الاقصى. رينج واسع. فلازم اكون عارف نسبتها من النورمال بتاع العيان ده. ما اقدرش ادي لك الابسولوت فيجر. ابسولوت فيجر مسليدنج. الرينج واسع، انا ممكن اكون زدت لكن نزلت في النورمال رينج. لان انا مش عارف النورمال بتاعي اصلا كام. عشان كده لازم اقول النسبه الى النورمال. ساعات بقى يدي لك الاستاف لوحده السيجمنت لوحده انت تجمعهم. ساعات يقول لك مثلا الاستاف 20 والسيجمنت 40 فيبقى تعرف ان التوتال 60%. تاني حاجة في الكومن اللي هو الليمفوسايت اللي هي نان جرانيول. الليمفوسايت يا جماعة من 20 ل 40% دول الرقمين الكبار عايزك تحفظهم. 40 ل 75% نيوتروفيل، 20 ل 40% ليمفوسايت. طيب البيزوفيل من 0 ل 1%. البيزوفيل من 0 ل 1%. الإيزينوفيل من 1 ل 6%. خلي بالك ده الإيزينوفيل. المونوسايتس من 2 ل 10%. أرقام هنعمل إيه؟ إنما الكبار هم النيوتروفيلز 40 ل 75% والليمفوسايتس من 20 ل 40%. طيب اي حاجة اخرها فيل لما تزيد تتسمى فيل، يعني نيوترو فيليا، زينو فيليا، بيزو فيليا، ولما تقل تتسمى بينيا، نيوترو بيني، زينو بيني، انا قلت زينو تقول بيني، بيزو بيني. طب حد شاطر يقول لي يعني ازاي بيزو بيني؟ كده النورمال حتى الادنى زيرو. ازاي الواحد يجيله بيزوميتا؟ يعني ايه اللي اشوف تغيير اعرف عنده بيزوميتا؟ ها؟ هي نورمال من 0 ل 1، لو طلعت 0 ده نورمال ولا واطي؟ لما بتاع بيقول ان لازم يكون في بيزوميتا. لو عندي ليوكوسايتوس اساسا مش هعرفني شخصته ازاي. مع ليوكوسايتوس انا عايز اعرف ازاي التحليل اعرف ان هو بيزوميتا. مع ليوكوسايتوس كتير، لو هو مع ليوكوسايتوس كتير اساسا وبرضه نسبه زي ما هي. تعرفين 0.1% دي يعني كام واحده؟ من 10 ل 100. الابسولوت فيجر بتاعها دي نسبه 0 ل 1 دي نسبه. انما الابسولوت فيجر من 0 ل ايه؟ من 10 ل 100. طيب لو هو في الحد الادنى اللي هو 10 هي نسبه يطلع كام في المية؟ بالنسبه ل 12000 لو هو في الحد الادنى اللي هو 10 وحدات بتكون كبيره. بالنسبه ل 11000 يطلع كام في المية؟ 0.00 يعني 0%. فكونك 0% مش معناه انك 0 بيزوفيل. هي النسبة 0% لكن الرقم كام؟ 10 بقيت 9 تبقى بيزوفيل. هي بتتحسب بايه؟ بالابسولوت فيجر مش بالنسبة.
وعلى هذا يعني ايه الامراض بتاعت الميزوبينيا؟ يعني عارفه مش الميزوبينيا عمرك حد في مطعم اسمه ميزوبينيا؟ حتى عيب يعني. بيحط ميزوبينيا. تعالى على مين؟ على النون جرانيولار. اي حاجه تكتب كلمه سايت لما تزيد تتسمى سايتوز. يبقى لينفو سايتوز ومونو سايتوز. ولما يقلوا نيم سايت بينيا ومونو سايتو بينيا. كلمة سايتو بينيا مش بينيا على طول. كلمة سايتو بينيا مش بينيا على طول. تعالي يا سيدي دول. هنا بقى في نقطة. ايه الأذرز بقى؟ عندنا حاجة اسمها البلاست سيلز. حاجة اسمها الميلو سايتس. حاجة اسمها الميتا ميلو سايتس. حاجة اسمها البرو ميلو سايتس. نعم. النورمال بتاعه بكام؟ زيرو. مفيش حاجة. ايه دول بقى؟ دول دريفت سيلز. انت عندك حاجه اسمها الليمفو بلاست وحاجه اسمها الميلو بلاست. موجوده فين دي؟ البولمر. دي تقعد تدفرنشيت 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 لحد ما تبقى الليمفو سايت. تقطع في الدم. الميلو بلاست تحول لحاجة اسمها ميتا ميلو سايت ثم برو ميلو سايت ثم ميلو سايت في النهاية تبقى نيوترو فيه. دي الثانية البدائية بتاعت النيوترو فيه. يعني الليمفو بلاست في حاجة اسمها بيروكسيديز. دي بتلون الميلو بلاست. ابص ما تلونش الليمفو بلاست يبقى نيجاتيف. انت لو عندك بلاست سيل عايز تعرف دي ميلو بلاست ولا ليمفو بلاست حط عليها بيروكسيديز. سبغت يبقى ميلو بلاست. ما سبغتش يبقى ليمفو بلاست. خلاص يا عم واضح جدا ان كل الكلام ده انا مش عارف ايه اللي خلاني كتبته هنا. كل الكلام ده يبقى يا جماعه فين؟ البول مارو الميلو بلاست والميتا ميلو سايت والبرو ميلو سايت والميلو سايت وفي الاخر الماتيور نيوترو فيه. عايز بقى اقول كلمه عن هذا. المفروض اي خليه لما تيجي تنقسم تنقسم لخلايا مور ماتيور. والخلايا المور ماتيور سرعتها على الانقسام افضل. شوف انت كده كنت ايه زيبر. خلال ساعات بقت موريلا. شويه بقت مليون الديسك. لحد ما بقت تتولد. كل ما تكبر كل معدل الموت يقل. لحد ما تسرق. لان سرعه الانقسام في البرنتف سيلز اسرع من الايه؟ الماتيور سيلز. حتى في حاجه اسمها الانابليزيا. الانابليزيا هو الريترو جريد كروس. يعني كل خليه تنقسم لخليتين ليس ماتيور. تمام. يعني معدل المواطنين اسرع. يعني معدل المواطنين اسرع. يعني 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 بريكانسس. مش كده؟ طيب. ف لو لقيت الخلايا البريفرال سيركيليشن دوميننت يعني البرسنت بتاعها في الديفرنشال كاونت عالي يبقى انت معناه ان الخلايا البدائيه هي الاكثر ومعناه ان الانقسام سريع يعني لوكيمي. تعالى بقى لو لقيت البلاست سيلز هي الاكثر ده معناه ان الانقسام سريع جدا.
ماذا يحصل مع الاكيوت لوكيميا؟ اما لو لقيت المايلوسايت والبروميلوسايت والبيتا مايلوسايت هي الاكثر، ده معناه ان نسبه الانقسام معدل الانقسام سريع بس مش قوي، فده معناه انها كرونيك لوكيميا اكيوت لوكيميا. البلاست سيلز حسب نوع البلاست سيل مايلو بلاست وليفو بلاست تقدر تحدد هي اكيوت مايلو بلاست لوكيميا ولا اكيوت ليفو بلاست لوكيميا، وعلى حسب نوع الماتيور سيل هل هي الليمفوسايت ولا نيتروفيل ولا ميتا مايلوسايت ولا برو مايلوسايت ولا مايلوسايت تقدر تحدد اذا كانت كرونيك لوكيميا دي ليمفاتيك لوكيميا ولا مايلويد لوكيميا. ده قيمتها في الخلايا مش موجوده نورمال في السيركيوليشن. هيا على بليتلت كم؟ انا كنت بتكلم في البارامترز وانا بوضح البارامترز يعني باقصى درجه من الايضاح، المفروض الموضوع يكون حصه كامله كامله على البارامترز بس تتحسبوا ازاي، بس مين اللي بيتعلم الكلام ده؟ اللي هو بيتخصص في الكلام ده. احنا بالنسبه لنا احنا عايزين نعرف تقريبا ده دكاتره مش ده كلينيكال باثولوجيست. وما انتوا خدتوا راوند الكلينيكال بالصدفه؟ مليمتر اللي يعنيه حاجه اسمها ثرومبو سايتوز، واللي يقلله حاجه اسمها ثرومبو سايتوبينيا، ثرومبو سايتوزس وثرومبو سايتوبينيا. طبعا ثرومبو سايتوبينيا تبقى اسوشيتد مع لونج بليدنج تايم اكثر من 4 دقائق. حتى البارامترز تعالى حد عايز صورة؟ اللي عايز صورة صورة مش عشان تذاكر منها بس تفكرك بمود الحصة بتعرف ازاي بس من 150 ل 450 ألف ثرومبوسايت ايوه بس الالجوريثمك ابروتش.
عندي اثنين الجوريزميك ابروتش، واحد للار بي سي وواحد للواي فلات سيرفر. واحد للار بي سي، الكلام انت وضحت فاهم يا جدعان ولا ايه؟ واحد للار بي سي وواحد للواي فلات سيرفر بتاع الار بي سي. عايز اعرف عن الار بي سي ثلاث معلومات: الكاونت، والهيموجلوبين، والهيماتوكريت. الكاونت والهيموجلوبين والهيماتوكريت فاليو. ايه الاحتمالات؟ يطلع نورمال، يطلع عليين، ازيك يا شادي؟ مالك حتى السلام اثر عليك دايما. قفل امبارح مطعم كده قلت له يا عم تحت رمضان قال لي لا تحاول انت على صفصيه فانت تقول لي لا الناس عماله تاكل قدامك كده. قال لي يا عم في ناس فاطمه تقول له انت كده بتقعد تفتح مع الفاطمه. قال لي 90 تقول له 90 يا حبيبي انت كتاب ما شاء الله اساسا ما بيجيش قدامك صح؟ انا عمري ما شفت حد في كتاب يطلع في رمضان. يعني ايه يا ترى يا ابني؟ احنا بناكل لحمه كده ناكل لحمه خليك معايا. ادي يا سيدي ادي اللي بيزود النورمال. نورمال يعني يعني البرامتا الكاونت اللي هو 5 مليون وموديل اللي هو 15 لما تفيد اللي هو 45 ماشي كلام. ثلاث احتمالات ثلاث حاجات. ايه اللي بيزود؟ ايه اللي بيقلل؟ لما الثلاث ارقام دول يزيدوا ده معناه ايه؟ بولي سايسيميا صح؟ شوف بقى لما يكون مؤسسين كويس. لما يقلوا ده اسمه ايه؟ امين ما شاء الله نوبه ها هو سهل على فكره صعب بس يعني مفيش ارقام يعني تعرف بس الفكره ويحط لك الارقام اللي في وسط فسهل انا مش دايما بحط الارقام اللي في وسط كلام كله خلاص. بولي سايسيميا وامين في نوع من البولي سايسيميا برايمري بولي سايسيميا اللي هي بولي سايسيميا روبرا فيرا وسكندري بولي سايسيميا برايمري بولي سايسيميا وسكندري بولي سايسيميا. ايه اللي يعمل سكندري بولي سايسيميا؟ الكورتيزون والهايبوكس يبقى الكوشنج بيعمل ستيرويد سيرب بيعمل الفالو كنترول ايش تعملها؟ السي او بي دي يعمل هايبر نيكروم اه. طيب ادي الاسباب بتاع السكندري. السكندري ستيميوليت الريد سيل ماس بس هتلاقي الوايت بلاد سيلز والبليت كاونت ايه؟ نورمال. انما الروبرا فيرا ده جين حاجه جينيتك يخلي كله يزيد ولهذا التفريق بدول بالوايت بلاد سيل كاونت توتال كاونت يعني والبليتمنت كاونت. لو هما كمان عاليين اذا احنا بنتكلم في برايمر بينما لو كانوا نورمال يبقى احنا بنتكلم في سكند. حلو الفرع ده؟ تفريع عليه سهل؟ خش لي على الانيميا.
انيميا هتبص على كل البرامترز الاخرى، اللي هم مين كورباسكولار هيموجلوبين ومين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، مين كورباسكولار هيموجلوبين ومين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. هنا المين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار دايمنشن. كويس؟ لقيت المين بص بقى تاخد نتيجه ده مع نتيجه ده. لو قلنا المين كورباسكولار هيموجلوبين كام؟ 30 والهيموجلوبين كونسنتريشن 34 والكورباسكولار فوليوم 90 كيلوليتر والدايمتر 7 مايكرو. خد نتيجه ده مع نتيجه ده يطلع لك ثلاث احتمالات، 1 2 3. ايه اللي هم الثلاث احتمالات؟ اول احتمال مايكرو سيبك هايبو كروميك انيميا، مايكرو سيبك هايبو كروميك انيميا. الاحتمال الثاني مايكرو سيبك نورمال كروميك انيميا. الاحتمال الثالث نورمال سيتك نورم كروميك انيميا. يبقى عندي مايكرو سيتك هايبو كروميك، ماكرو سيتك نورم كروميك، نورمو سيتك نورم كروميك. واضح؟ طلعت مايكرو سيتك هايبو كروميك. ايه الاسباب؟ واحد ثلاثين، اثنين سيدروبلاستيك انيميا، ثلاثة انيميا اوف كروميك ديزيز، اربعة ايرون ديفيشنسي. صح ولا لا؟ سيدروبلاستيك اتعرف عندي فيها سيدروبلاستيك 30 يتعرف بحركة سيل، انيميا اوف كرونيك ديزيز ده فيرذر انفستيجيشن فور ذا كوز. الايرون ديفيشنسي تعملوا انفستيجيشن سيرم ايرون، سيرم فيريتين، توتال ايرون بايندينج كاباسيتي يزيدوا فيه. السيرم ايرون هتلاقي اخباره ايه في الايرون ديفيشنسي؟ يعني ايه؟ قليل. والسيرم في الروتين قليل. والتوتال ايرون بايند كاباسيتي عالي. ليه؟ لان السايتس فاضيه. مش كده؟ الجيزينو فيلز تبقى عاليه فين؟ في الانكيلوستوم. انكيلوستوم يعني شوف كل الكلام ده عارفينه خدتوه في الهيماتولوجي. انما طريقه تفكيره تبقى بتاعي المقولة الذهبية عشان تشتغل خلاص بعد شهور قليلة قوي تشتغل دكتور وانت بتتعلم عايز تعرف الآتي. اكتبها كده بالنقطة عالية ودي الدكتور اشهر لك محدش بيشخص العقل بالكلينيكال بس، محدش بيشخص بالانفستيجيشنز بس، انت بتشخص بالبوست كورليشن. لما انت تكتب الانفستيجيشن وديك الكلام لما حدش يمسك التقرير ويشخص، محدش يخص عينه ويشخص، حط ده معانا باص ده بيلعب باص تكتمل الصوره تشخص. وفي كلمه يقول لك تعالوا شخص الاس جي ولا شوف عينه. ساعات طالب يقعد يعني مش يقول يا دكتور ده تقرير خيالي لا لازم تشوفه، ما ينفعش التقرير ده بيقول كذا ما ينفعش نعرف. طيب خد بوست وخد نجم كل حاجه لازم يكون ريليت مع الكلام. شاب صغير داخل الجهاديه فلو في راس القلب بتاعه ستيل ريشن تبص على الواد ده بيلعب في ايده ويلعب كوره اكيد مش هينفعش.
يحصل دي ايرلي ريمولاريزيشن بيتا. ده اربع حاجات تعمل فلوس. طب سيبك مثال ادي المايك بتاعت البروبلم الفرع بتاعها بالاسئله اللي بتتسال. النورموسيتك نورموكروم نبص على مين بقى؟ على التوتال لوكوسيتك كاونت والريليتد كاونت. التوتال لوكوسيتك كاونت والريليتد كاونت. لو واطين الحكايه اسمها ايه؟ بانسايتوبين. بانسايتوبين زي ايه؟ زي ابلاستيك تنيني زي هايبر جنيس. فرق بينهم ازاي؟ البلاستيك هيبقى عندك قليل للريتيكلوسايتس صح؟ مصنعش اساسا. انما اللي بيتكسر كتير بيحاول يعوض هتلاقي عنده ريتيكلوسايتوز صح؟ يبقى يا اما ما بتصنعش الحنفية قافلة يا اما البلاعة عمالة تكسر. ده الفرق. تعالى على الناحية التانية. طب لو قلتهم عليه لو نورمال او عليه يبقى اما هيموليسيس يا اما هيموليت. اما هيموليسيس يا اما اكيوت هيموليت. ليه؟ الحالتين دول اجرام بيكروتيك سايت عالية. بيكروتيك سايت يبقى ايه؟ عالية. هتقول لي بقى ولا انت الدكتور اللي عنده هيموليسيس ده بيكسر ار بي سي بس. لكن في محاوله للكومبنسيشن الهايبر بليزيا بتاعت البول مارو كله يبقى ستيميليت. فالبليت والتوتال اوكسيتيك كاونت يزيدوا انما الار بي سي ما تزيدش لان معدل التكسير اعلى. فالبول بيحاول يزيد عشان كده نيو نورمال او عليه. طب الهيموليس طب الهيموليس كله بينزل ليه تقدر تسيب كام وليه تطلع عليهم؟ لان اللايف ستايل بتاعهم مسيطر هيرجين الرقم بتاعهم بسرعه تاني. انما عشان اللي حصل في الهيموليت ده يتعوض ده في الهيموليت ده عشان يتعوض محتاج 120 يوم. ولذلك لقيت الفيتوسايت تقدر تسيب كام وليه عليهم او نورمال يبقى المشكله في الارتسيس بس. ده يحصل مع الهيموليسيس والاكيوت هيموليت. دول هيبرتيكوسايتس معاهم ايه؟ عليهم. تعال بقى على المايكروسيتيك نورمو. المايكروسيتيك نورمو كروميك انيميا انمي جاله بلاستيك انيميا. اولا هتلاقي بليتلت اخبارها ايه؟ واطي. طب التوتال اوكسيتيك كاونت ايه؟ واطي. طب الريتيكلوسايتس ايه؟ واطي. الاتزان بطيء مش الاتزان بطيء هيبقى كله واطي. طب شفت كده ايه؟ ده رايت. الاتصال بطيء فيميت دي تايم فور ماتيوريتي. فالماتيور سيلز هي اللي بتزيد على حساب الاي ماتيور سيلز. طب فيتامين بي اخباره ايه؟ ويل ممكن يقل. طب الفوليك اسيد ممكن يقل. طب السايز بتاع الخليه فاريبل هو ماكرو بس فاريبل. طب الشيل فاريبل تسمى انايزوسايتوزس مختلفين في الحجم او بويلوسايتوزس مختلفين في الشكل. ده هيمسك بقى الدكتور شخص له واحده من دول يقوم ماسك فيه يقوم طاير على النظري طاير على الكتاب النظري. اسالك ايه الكتاب النظري؟ اسالك في الفيردر ايه اللي تعمل؟ تقول له بقى فيجلو تيست واشيل التيست ومسطره والكلام ده. ده الدسكشن. دايما الدسكشن في الامتحان ايه الفيردر انفستيجيشن؟ صوروا ده الالجوريزم الاولاني عشان في الالجوريزم الثاني نبتدي نحل بقى.
اقول لكم نصيحه حقيقيه، لما تيجي تخطط في حياتك حط دايما الخطه البديله 2 والخطه البديله 3. سواء انت بتذاكر، تعمل مشروع، قول والله المشروع ده فشل، ما اقعدش لسه احتاس بقى والطم وافكر من الاول، على طول تبقى جاهز تخش على المرحله اللي بعدها. ليك اولويات، خطه اولى، خطه ثانيه، خطه ثالثه. يبقى انت تقول في ايه؟ هسافر ولا اخد النيابه اللي جايه ولا اشتغل برايفت؟ اسس لده واسس لده واسس، امشي بالتلاميذ، واحد منهم هو الرئيس اللي انت ماشي فيه، والتانيين نشطهم بس. يعني عندك احضر هنا شويه مثلا شويه، انا مش هقدر اشتغل تاني، اصوت على الفلوس. مذاكره، بعمل ماجستير ولا اعمل معادله؟ حط رجل هنا ورجل هنا، امشي بوحدك والتاني خليه مفهوم. نقدم وظايف، قدم هنا وقدم هنا وقدم هنا وقدم هنا، والصبر اسعى. يعني دايما طلب يقول اعمل كذا ولا كذا؟ لا مش عايز اسمك، في حاجه اسمها ارجح ايه؟ لكن ليه ما يقولوش؟ اعمل لنفسك دايما خطه قاعده، حط لنفسك خطط بديله، حط لنفسك خطط بديله، لا تضع الحلقه اللي تضع المايك كله بسله واحده. هتعمل مشروع ما تنزلش تقول لك كله في المشروع ده، ده ما ينفعش تضيع. اعمل مشروعين ثلاثه. هو اللي كان عندي 40 سنه. انا عايزك تفتكر دايما مخك بعد 23 سنه. حتى من اول اختيار النيابات. المذاكرة، مصادر تعملها فلوس، ده مع ده مع ده. انا دلوقتي مقام قبل العيادة بس مفتاح حسن ده موجود، دروس شغال، عيادة شغال، وظيفة المعهد محفوظ. قال هنا تروح، قال هنا تروح، خد لايك، لا تضع البايل كله في سنة واحدة. هذا يعني انك توزع البيض بالتساوي على كل السلال. لا، حط هنا افرض واحد تعب عيب الشغل اللي محتاج مجهود مش قادر يعمله، اللي عنده مشروع يقعد على المكتب كله عادي، عايزين مثال. فخطط بشكل بلان 1 بلان 2 بلان 3 في حته كده بس تفضل كده عليا. تصور لي زي تلاقي كل لعيبه الكوره اللي فتح كافيه النهارده هيبطل يوم الايه؟ ممثل بدات اضواء تنحسر عنه وفتح لك حلقه سياد سيب ده يعمل حلقه سياد وفشل بطل مره ما فيهوش ريحه الفشل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في مهن، في مهن نسبة الرسالة فيها أعلى من نسبة البيزنس زي المهنة بتاعتنا سواء الدروس أو الطب. وفي مهن مش مهم يكون صاحب رسالة أصلا، فلوس بس، ولذلك غلي زي ما أنت عايز. اللي مش عايز يروح حد غيرك، واحد بيبيع قطع غيار جاكوار العربيات غالية جدا، إيه الرسالة في الموضوع يعني؟ مش لازم الناس تبيع جاكوار، مصح حاجة مختلفة، تعليم حاجة مختلفة. غالي تضرب في 10، انت غصب عنك لو الناس بطلت تجي لك هترخص، يعني المساله محكومه في السوق. بينما غالي ادفع تضرب في 10، حاليا على فكره قانونها كده. في مهن زي مهنه الطب مشكله كبيره. تلاقي عندنا في معهد القلب حوالي 500 دكتور، على مستويات مختلفه. الحيتان فيهم 5 6. الحيتان اللي معاه فلوس عايزين يعيشوا 5 6، والباقيين مفيش حد. تيجي تبص على الخمس ستة دول تلاقيهم 2 علامات بس مستواهم مختلف، مش راضيين على الشغل، ومنهم 3 نصابين. يدخل العيان قسطرة هو ضبط الكيل،
دخلت له ثلاث دعامات هو محتاج دعامه واحده. ده بس. فلما تلاقي نفسك لا قابل تشرب ولا قابل تسرق ولا انت فلت، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ او تقبل. تقبل ده او ده او ده. انا بضرب لك مثلا يعني ساعات مهنتنا دي الشرف في مصر بالذات ساعات ما ياكلش عيش، ساعات الواحد يقرا يحط في الطلبيه. اوكي؟ يعمل مشروع تاني يعني ان شاء الله. الكلام ده مش اسقاط على اي حاجه، ده داخل في الحياه مش عارف مش عارف طبيعي يعني. بس ملاحظات الواحد ملاحظها ان انت قاعد بتكلم مع حد مشكله زي كده. هو راجل كارديولوجيست وجاله هيمي بيشن. حياته كلها شغاله في الحوار اللي فتحه وجاله في اليومين. جاله هيمي بيشن، فرحت ازوره قال لي طب هيعيش ازاي؟ ده انا شغلتي في ايدي. شغلتي في ايدي اعمل ايه؟ اصادر مش عارف ايه. وجراح كان عندي بنت هنا في ميامي. وقت كان جراح جاله هيمي باريس. جاله سلامي سندروم. وجع عريض في نصه، طب هو جراح. فعلمت بقى ان انت لازم تكون عندك جزء من راس مالك تشغله في حاجه مش محتاجه ايد. مطعم بيشتغل لوحده، كوافير بيشتغل لوحده، معرفش ايه يعني. فالحوار ده لان الراجل ده شبه منتهي، صورته منتهي. كنا بنتكلم في نقطه الثقه البديله. الثقه البديله مفيش حاجه كلها محطوطه اه سلام. او تركي عمل بالطبع، انا مش محتاج اعمل اي مشاريع. وايت بوكس عمرو اديب مفتح بتاع كافيه اسمه ايه بقى ناسي اسمه، بس اسمه حاجه شريره كده. باباراتسي. عارفين باباراتسي؟ باباراتسي دول اللي هم المصورين والصحفيين اللي هم اللي هم دول المستوى اللي هو ممكن يضرب اي بتاع فضايح حاجات زي كده. يصورك وتحط النوم وينزلها على الفيسبوك فضيحه يعني. ده باباراتسي حاجه شريره. فدول اللي بيعودوا التفكير ده اساسا. دول بيلحقوها في كل لحظه. فهو صاحب طبعا عمرو اديب فعامل باباراتسي. محدش عارف تيجي السيسي يقفله القناه ولا حاجه. لايف بابسن إذا القصة يا نورمال يا عالي يا واطي. وفر الساعة كام يا جدعان؟ سبعة كتير قوي. ولو ما كانوش قدموا الساعة كانت بالثمانية. أنا غير السنة. أنا في واحد كان بياخد معايا قاعد دلوقتي ضم عندهم خمس ساعات. ضم عندهم خمس ساعات. والنهار 19 ساعة، هيصوم 19 ساعة، يقول لك أنت على سفر يس. أقول لهم ليها مخرج. طب على سفر، وفد الإسلام دخل هناك. الناس اللي عايشين بقى هناك هيعملوا إيه؟ وبعدين ده في كمان مشكلة في القطب اللي عايشين في القطبين. الأرض ست شهور والبيت ست شهور. فدي بيبقى ليها محرك الخيط. حصل تحس اقرب دوله. حصل اقرب دوله فيها يوم طبيعي. ليها مخارج يعني. انت عارف القطب الشمالي كده تاكل 6 اشهر وتصوم 6 اشهر. يلا يا عم وايت باتسلز. ايه اللي يقلل اللي يزود؟ اللي يقلل اسمه اليوكو سايتو
بيني او ليوكوبينيا ليوكوسايتوبينيا او ليوكوبينيا صح؟ سؤال بقى يعني ايه ليوكوسايتوبينيا؟ يعني اقل من 4000 من كيلو سنتين مللي صح؟ ليوكوبينيا طيب على طول اجري ابص على الديفرنشي اسالكوا اسئله بقى اسالكوا اسئله حاسه لطيفه وهنحل دلوقتي هديتوا لكم حلوه كتير تقدر التقرير ده يا سلام دكتور ما شاء الله عليك تقدر تشيل تقدر تسري تقدر التقرير ده تسمع السماعه 30 ايه يا جدعان 30 ما فيه 30 جاي من نسا كونسبتس نقرا دكاتره ما شاء الله ابص على الفريش ليه عشان اعرف سبب الليوكوسايتوبينيا ده ايه افتكر لو واحد عنده بيزوبينيا ده قل التوتال اجيب لك نزيل الواحد طب افرض واحد عنده ايزينوبينيا قل الواحد من ده قل التوتال لا لو عنده مونوسايتوبينيا قل التوتال ما هي ده قل التوتال يبقى مين اللي يقلل التوتال الاثنين الكبار ولهذا لما اقول لك ديفرنشال انا اقصد الليمفوسايتس والنيوتروفيلز نيوتروفيلز والليمفوسايتس النيوتروفيلز والليمفوسايتس لو لقيت النيوتروفيلز اقل من 40% ده اسمه نيوتروفينيا لو لقيت الليمفوسايتس اقل من 20% ده اسمه ليمفوسايتوبينيا واضح الكلام بس خلي بالك النيوتروبينيا ده هي هيبقى معاها ريلاتيف ليمفوسايتوز لما نسبه النيوتروفيلز تقل اوتوماتيكالي نسبة الليمفوسايتس تزيد مثلا انتوا 50% بنات 50% اولاد مثلا يعني 50% بنات 50% اولاد ده بقى بس اللي يا جدعان بينا بس اللي يس 16 من حوالي بتاع 60 واحد قفص عارف لك فلانة وفلانة 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 أظهر مينة إن شاء الله تبقوش كده بص يا عم 50% ولا 50% 50% نص البنات خرجوا نسبتهم قلت ولا لا وعددهم قل ولا لا طب الولاد بقى نسبتهم زادت ولا لا لكن هل عددهم زاد؟ يقول لك هو ريلم قلت له يا دكتور انا في النهايه قدامي رقمين النيوتروفيل قليله النيوتروفيل قليله والليمفوسايتس كتيره طب ما يمكن ابسوليت يمكن الليمفوسايتوز حقيقي هقول لك لو الليمفوسايتوز حقيقي كان زود التوتال لو الليمفوسايتوز حقيقي كان زود الايه؟ التوتال مين الاصل ومين اللي الريليتيف؟ الاصل اللي ماشي مع التوتال الاصل هو اللي ماشي مع التوتال يعني نص البنات لما يخرجوا التوتال هيقل الولاد نسبتهم هتزيد لكن التوتال الرقم بتاعه مش هيزيد مش هيزيد ولهذا الناحيه الثانيه الليمفوسايتوبينيا هيبقى معاها ايه؟ ريلاتيف نيوتروفيليا ريلاتيف نيوتروفيليا ما تقولش عرفت انها ريلاتيف نيوتروفيليا بجد يعني هنا بقول ريلاتيف ليمفوسايتوز يعني اكثر من 40% لما قلت ريلاتيف نيوتروفيليا يعني رتب 75% اقول لك لو كان ده زياده حقيقيه كانت زودت التوتال ولذلك هتلاقي رقم عالي ورقم واطي اللي ماشي مع التوتال هو الاصل واللي عكس التوتال هو الايه؟ هو الريلاتيف عشان واحد مره سالني السؤال تعالى بقى على ايه لو عيل عيل كام؟ والله الكلام ده بسم الله ما شاء الله عليك هو اقل من 50,000 والله اكتر من 50,000 اقل من 50,000
والاكثر من 50,000. اقل من 50,000 اسم ليوكوسايتوزيس، قلنا اصابه تقريبيه. اكثر من 50,000 اسمه لوكيميا. ماشي يا عم؟ ليوكوسايتوزيس اجري على طول ابص على الديفرنشال. مين اللي هيأثر على الديفرنشال؟ الاثنين الكبار الليمفوسايتس والنيوتروفيلز. نيوتروفيلز وليمفوسايتس. نيوتروفيلز وليمفوسايتس. النيوتروفيلز لو عالية يعني أكثر من 75% أو مجموع الاستاف والسجمنت أكثر من 75% ده يتسمى نيوتروفيليا. لو الليمفوسايتس هي العالية أكثر من 40% ده اسمه ليمفوسايتوزيس. مسألة حفظ أرقام. طبيعي إن الليمفوسايتوزيس يبقى معاها ريلاتيف نيوتروفيليا، وطبيعي ان النيوتروفيليا يبقى معاها ريلاتيف ليمفوسايتوفيليا. ليمفوسايتوفيليا يعني اقل من 20%، ونيوتروفيليا اقل من 40%. اللي انا كتبته انا عايز صح؟ النيوتروفيليا بقى على طول اجري بص على مين يا جماعه؟ على نسبه الاستاف الى السيجمنت كده. النورمال من 1 إلى 5/10. طيب شفتوا ذا ليفت يعني من 1 إلى أقل من 5، شفتوا ذا رايت يعني من 1 إلى أكثر من 10. شفتوا ذا رايت معناها ابلاستيك او ميجالو بلاستيك انيميا. شفت ذا ليفت معناها انفكشن او مالينانسي او هيموليسيس او هيموريدج. تعال بقى الفرع بتاع اللوكيميا. هنا هبص على حاجتين، الكاونت والجود البريمتيف سيلز. لو اقل من 100,000 والبلاست سيلز هي الدوميننت يبقى احنا بنتكلم في اكيوت لوكيميا. لو اكتر من 100,000 و نوت البلاست سيلز هي الدوميننت يبقى كرونيك لوكيميا. في اكيوت لوكيميا، في كرونيك لوكيميا. الاكيوت لوكيميا بتعمل الفيروس فيستس طلع نيجاتيف يبقى دي لينفو بلاست، طلع بوزيتيف يبقى ده مايلو بلاست. لينفو بلاست يبقى اكيوت لينفو بلاست لوكيميا. هنا اكيوت مايلويد لوكيميا. الناحية التانية الكرونيك لوكيميا، لو الليمفو سايز هي العالية ولا المايلو سايتس والبرو مايلو سايتس والميتا مايلو سايتس والنيوتروفيلز هي العالية. خلي بالك لو الليمفو سايتس يبقى كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، لو المايلو سايتس يبقى كرونيك مايلو سايتس. تخش بقى وقع تسألك الكريديتيا في الرسوم والكلام ده نظري معاك، لا تذاكر النظري، انما ده ازاي تقرا التقرير. دي الفقره الثانيه من الحصه، اللي عايز يصور يزور. ها؟ لا ده بيبقى شكل خليه باين. ايه
خلاص يا جماعه طلع بقى التقرير في اللجنه. طيب عايز استنى بصوت التصوير يا حاج. بص بقى انا هحاول احل اول اكزامبل احل طبعا ان شاء الله اخلص الاسبوع الجاي اجازه تمتحنه الاسبوع اللي بعده عملي اسطوره ان شاء الله هناخد الحصه العملي كلها بعد امتحان الجراحه طبعا ما هو الامتحان الجراحي والسبت نخلص بقى بإذن الله الأسبوع الجاي مفيش الأسبوع الجاي هتقعدوا تذاكروا بقى الأسطورة بقى الأسبوع اللي بعده اللي هو يوم امتحان الجراحة السبت بس السبت الجاي فيه روماتولوجي المجموعة البطن متنسوش في حالات الأربعة ندامة إكس راي. سبعة. الأربعة جاي. ندامة إكس راي ليه؟ عشان أنا عايز لما أعمل حصة الأسطورة نكون خلصنا كله. أنتوا خدتوا ندامة إي سي جي كفاية عليكم كده ندامة. ذاكروا أنتوا. اللي ما حلش هيقعد مع نفسه كده وربنا شاهد عليه إحنا في رمضان. الدكتور لما كان بيحل معانا كل مرة ما كانش غلطان. إحنا اللي غلطنا ما حلناش. والراجل اللي عمل لنا حصة ندامة وأنا مش ملزم أعمل حصة ندامة كنا لسه مخلصين المراجعة دي بتتعمل بعد شهرين ثلاثة وبرضه ما حلناش كل واحد يعرف هو عمل ايه والدكتور عمل ايه بس ده يا راجل بديك 20 واحدة بقول لك حل لي كل يوم 2 3 خلي الكتاب معاك اقعد حل في المسجد اقعد حل في كافيه ما تقوليش بقى اصل ورايا طب اشمعنى ما تقولش الحاجات اللي وراك دي انا ورايا اي سي جي عشان 5 دقايق في اليوم اشمعنى الدكتور عمل لك كل حاجه شرح لك في 12 حصه بالتفصيل حصه ندام وكل يوم نحل وفيديو طب الفيديو معاك في البيت بصيت فيه بص ما فيش حاجه ولا تقدر تفتح بقك حصص طويله عملنا حصه طويله حصه مختصره عملنا حصه مختصره ايه المطلوب اللي هيقول لي 12 حصه كتير طب رجعناها في حصه واحده اللي حصه واحده مش مكفيه خدناها في 12 حصه اصل ما اتمرناش كنت بمرنكم كل حصه اصل بننسى معانا فيديو اصل عايزين مصدر سيلف اسيسمنت اصل بنكسل ده انا اخش لك على الفيسبوك واديك واحده اقول لك حلها لي انا في ناس بتكتبهم على الانبوكس خد حل ديار انسى انا هحل اول واحده هم 14 كلهم 14 انا هحل اول واحده وهعلمك ازاي تحل معايا اللي بعد كده انتوا اللي هتحلوا. حاجه اقول لك هيموجلوبين 11 ونص انت عارف انه 15 ما تقوليش واقف تقول لي يعني على طول خلص هقول لك الهيموجلوبين 35 انت عارف انه 45 ما تقوليش واقف تقول لي انيميا على طول هقول لك الريد سيل كاونت 3 مليون و800 الف ما تقوليش واقف تقول لي انيميا على طول هقول لك الريتيكولوسيت كاونت 2% ما تقول قول لي نورمال هقول لك الميكرو باسكولار فوليوم 92 وانت عارف ان هو 90 قول لي نورمو ست الميكرو باسكولار هيموجلوبين 30 ولا الكونسنتريشن 33 ما تقوليش نورمال قول لي نورمو كروميك يبقى اللي عنده نورمو سيتك نورمو كروميك انيمي التوتال اكسيتك كام 35000 تقول لي ليوكوسايتوزس بص على الديفرنشي اعلى رقم مين ليمفوسايت 80% هو النورمال بتاعه كام؟ من 20 ل 40 يبقى ده الانفو سايتوز هات استافو للسيجمنتد الاستاف 2 السيجمنتد 15 مجموعهم كام؟ 17 ريلاتيف نيوترو ايه؟ بينيا بقى 2 ل 7 2 ل 15 1 ل 3.5 1 ل 7.5 يعتبر نورمال مفيش شيفت تزرات او ليفت البيت كام 52000 نورمال بصوا بقى جالك الراجل قال لك اختياراتك هنا حطش من ضمنها الليمفوسايتوز انما قال لك ايرون ديفيشنسي انيميا ميجالوبلاستيك انيميا اختيارات اكيوت
ليمفوبلاستيك لوكيميا، كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. اقول لك اختار، مفيش حاجه ثانيه. ايرون ديفيشنس انيميا، ميجالوبلاستيك انيميا، اكيوت ليمفاتيك لوكيميا، كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. اقول لك اختار، ما تاكش اختيار ثاني. تختار اكيوت غير بلاستيكس. لا بالعكس، كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. نجاوب ليه؟ لان مفيش بلاست سيلز، هو مش اكيوت باي حاجه. خلاص السنه دي ميجالو بلاستيك انيميا اكيد لا، مايكروسكوبيك كرونيك اكيد لا. ايوه يا دكتور، بس الليمفوسايتس التوتال 35000، ما عداش ال 50000. ما انا قلت لك ان الارقام دي تقريبيه، قلت لك ان الارقام دي تقريبيه، يعني ممكن لوكيميا تبقى في مش معديه ال 50000، ممكن تبقى لوكيميا في النورمال ونعرفها بالبون مارو اللي هي الايه اللي هي سبب لوكيميك لوكيميا. ممكن لوكيميا ما فيهاش بلاست سيلز كمان اعرفها بالبون مارو اللي هي الالوكيميك لوكيميا. فالكاونت ده تقديري، وبعدين يفصل لي الانيميا اللي فوق انها بلاستيك انيميا. يعني ايش يعني؟ يعني قول لي بالله عليك، واحد عنده نورمال سيت نورمال كرومك انيميا وليمفوسايتوز، ايه العلاقه ده؟ مش تقريبا عند الراجل لما تيجي تربطهم ببعض تلاقي اقرب اجابه هي كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. الحاجه الوحيده الاجينست الرقم، بس الرقم مش اجينست ولا حاجه، لان اللوكيميا اللي هي فوق ال 100000 والكلام ده بتبقى ده احد الارقام. هو كومن صحيح ان يكون الارقام عاليه لكن مش بالضروره، لان فعل التقرير ده بارقامه دي بتنزل اخر السنه بيبقى الاجابه كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. انما لو ما ادكش اختيارات يبقى ليمفوسايتوز. هي كانت بتنزل زمان مش منزله الليمفوسايتوز من ضمن الاختيارات، والطالب يقعد يلطم ايه علاقه الانيميا اللي فوق بالليمفوسايتوز من تحت؟ لا يا حبيبي دي لوكيميا بس مش واصله للرقم الكبير، مش لازم توصل للرقم الكبير. ده ساعات يعرفوا اللوكيميا انها تعدي 30000 او تعدي 20000 كمان. لما كان تشويسز كان بيبقى كده، دلوقتي تبع الدكتور، دلوقتي تبع الدكتور، فتقول له دي ليمفوسايتوز. طب تفسر ايه الانيميا؟ فقول له يا دكتور ما هو الليمفوسايتوز دي عاليه قوي، مفيش ليمف بيني وبينك واعي، مفيش ليمفوسايتوز يوصلك التوتال 35000 35. طيب تعال على ايه؟ تقرير 2. اصل الكيمويد ما يعملش انيميا، هو كان بيديك الاختيارات مش الكيمويد، بيديك الكيمياء. ايه الريبورت؟ يلا حاجة هتردوا معايا انتوا بقى. ده تقرير 2 وكلهم 14. هيموجلوبين 8.5 انيميا. هيماتوكريت 26. ردوا عليا. ريد سيل كاونت 2,830,000 انيميا. ريتيكلوسايد 2%. مين كورباسكولار فوليوم 92. نورموسيتيك، ما تقولش نورمال. مين كورباسكولار هيموجلوبين وكونسنتريشن 30-33. نورموكروم. يبقى نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. التوتال لوكسيتيك كاونت 150000 لوكيميا. هاد الديفرنشال اعلى رقم مين؟ المايلو ايه؟ بلاست. يبقى اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا. تقول لي بس الرقم عدى ال 100000، قلت لك دي ارقام تقريبيه. يبقى هنا اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا. البليت كاونت 30000 يبقى ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا. يبقى هنا اللوكيميا مفسره لي الانيميا والثرومبوسايتوبينيا، مش هي بتضغط على الوايت سيل ماس والبليت ماس؟ طيب لا مش 30، ايه ده؟ لا انا ماليش علاقه بال 30%، ليه علاقه باعلى رقم مين؟ اعلى رقم قدامي مين؟ هم 50%. تقرير 3 هيموجلوبين 10 انيميا. هيماتوكريت 29 انيميا. ريد سيل كاونت 3,300,000 انيميا. ريتيكلوسيتيك كاونت 1% نورمال. مين كورباسكولار فوليوم 87 نورموسيتيك. مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن 30-34
نورمو كروميك انيميا، نورموسيتك نورمو كروميك انيميا. التوتال اوكسيد كاونت 200,000 لوكيميا. اعلى رقم في الديفرنشال مين؟ النيوتروفيلز 10 صف و32 سيجمنت، مجموعهم كام؟ 42. دول يعتبر رقم واحد صح؟ وبعدين 10 ل 32 عشان شفتوا زلفت مش كده؟ اصبر بس. تاني اعلى رقم مين؟ مايلو سايت. طب المايلو بلاست قد ايه؟ 5%. اما الدومينانت مش هو المايلو بلاست، ده المايلو سايت والبرو مايلو سايت والميتا مايلو سايت والنيوتروفيلز اللي كرونيك مايلويد لوكيميا ويت شيفت زلفت. طب ليه في شيفت زلفت هنا؟ مالجنس مش لوكيميا، مش مالجنس يعمل شيفت زلفت. البليتلت كاونت 500,000 عاليه شويه، هي بتعرف الاول بعدين ترجع تقل. يبقى عرفت ليه ايه سبب الانيميا؟ تقرير 4 هم كلهم 14، هم جلوين 8.8 من 10، هيماتوكريت 27%، ريد سيل كاونت 2,800,000 انيميا، ريتيكلوسيتك كاونت 2 من 10%، مين كورباسكولار فوليوم 91، مين كورباسكولار هيموجلوبين 30، كونسنتريشن ليميت 30. يبقى نورموسيتك نورموكروميك انيميا. توتال اوكسيتك كاونت 96%، يعني لوكيميا. الديفرنشال اعلى رقم مين؟ البلاست. والبروكسديس تيست بوست اكيوت مايوبلاستيك لوكيميا، اكيوت مايوبلاستيك لوكيميا صح. تقرير 5 هم كلهم 14، هيموجلوبين 9 انيميا، هيماتوكريت 28 انيميا، ريد سيل كاونت 3 مليون انيميا، ريتيكوسيت كاونت 2 من 10 نورمال، مين كورباسكولار فوليوم 92، هيموجلوبين 30، كونسنتريشن 33. نورموسيتك نورموكروميك انيميا، نورموسيتك نورموكروميك انيميا. توتال اوكسيتك كاونت 70,000 ها لوكيميا. الديفرنشال بلس 93% ونيجاتيف اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. بليتلت كاونت 25,000 وقف. تقرير 6 هيموجلوبين 14، هيماتوكريت 44، ريد سيل كاونت 4.5 مليون نورمال، ريتيكلوسايت 2 من 10% نورمال، مين كورباسكولار فوليوم 92؟ ها؟ نورموسيتك، نورموسيتك ايه؟ طالما ما فيش انيميا ما تبصش على الباقي. نورموسيتك نورمو كروميك نورمال؟ نورموسيتك نورمو كروميك نورمال؟ ادام ما فيش انيميا ما تبصش على الباقي، ولو في بوليسايسيما ما تبصش على الباقي. مفيش هايبوكروميك مش كده؟ انما تي ال سي 24,000 ليوكوسايتوز اعلى رقم مين؟ الباندو سيجمنتد 95، يبقى دي نيوترو ايه؟ فيليا. نيوترو فيليا دي يعني بكتيريا الانفكشن، خلي بالك. بليتد كاونت 300,000، امال الليمفوسايتس اعلى فين؟ في الفيرال والتي بي. نعم؟ اكيد في شفت زلفت 20 ل 75، يعني 10 ل 3.5، يعني 1 ل 3.5 شفتوا زلفت. تقرير 7 وهو كلهم 14، هيموجلوبين 7.5، 25 2 مليون و400 الف انيميا، ريتكس 3% عالي، مين كورباسكولار فوليوم 92، هيموجلوبين 30، كونسنتريشن 33. نورمو ايه؟ نورمو سيتك نورمو كروميك انيميا. التي ال سي 12 عالي بسيط ليوكوسايتوز. الديفرنشال ستافو سيجمنتد مجموعهم ايه؟ 76، 76 يعني اعلى من 75 حاجه بسيطه، يبقى نيوتروفيليا مايلد نيوتروفيليا. وشفتوا سالفت ما هو 20 ل 60 يعني 1 3 19 ل 57 يعني قربتها. وشفتوا سالفت بليتد كاونت 250,000 نورمال. بس بص بقى قال لك ايه؟ عايزين نعرف سبب الانيميا. البليدنج تايم 3 والله لما اخد 4 دقايق، والكواجيليشن تايم 15 يبقى عنده كواجيلوباثي، يبقى ده الارجح ان هيموراجيا. مش قلنا النورمال سيتك نورمال كروميك؟ لو التي ال سي عالي او نورمال، والبليدنج عاليه او نورمال، والريتكس عاليه او نورمال،
يبقى دي هيموليتك هيموراجيك. مش هنقولنا كده في الالجوريزم اللي قلناه النورم صارت نورم كروميك يا جدعان، الفرع اللي كان في النص لو كل حاجه نورمال او عاليه بسيط يبقى هو هيموليتك هيموراجيك. فهو هنا حاجه بتقول لك ان ده هيموراجيك وساب الهيموريج كواجيلوباثي، صح؟ اللي بعدها نفس الارقام بس الفرق عارف ايه؟ ان البليت كاونت 25 وبالتبعيه البليدنج تايم هو الطويل، يبقى هيموراجيك برضو بس المره دي سبب البيربورا وليس كواجيليشن ديفكت. تقرير 9 هم كلهم 14. هيموجلوبين 7.5 انيميا، هيماتوكريت 25% انيميا، 2,400,000 30% ريتكس، ريتكوسايتوز خلي بالك بقى عشان هنا يا هيموليس يا هيمولج يا انيميا اندر تريتمنت يا ريكفري فروم بون مارو سبريشن. مين كورباسكولار فوليوم 92 30 33 نورموسيتيك نورموكروم. على فكره لما بنيجي نقرا في شغلنا بنقرا ده على طول عشان نبص هنا تعود. انتوا بدأتوا تحسوها اهو 90 30 33، خلاص توتال اوكسيديك كاونت 18,000 20 80% نيتروفيليا 20 و60 80% ستاف 20 وسيجمنتد 60 مجموعهم 80% وتشيفتو زلفت بليتد كاونت 150 بليدنج تايم 3 كوجليشن تايم. يبقى ما فيش حاجه غير الحركه دي بس نورموسيتك نورموكروميك انيميا ومعاها نيتروفيليا وتشيفتو زلفت يا هيموليتك يا هيمورا يا هيموليتك يا هيموليتك يا هيموراش. احنا قلنا كده نورموسيتك نورموكروميك انيميا والتي ال سي والبليتد والريتكس يا نورمال يا عاليين، يبقى يا هيموليتك يا هيموراش. شفت بقى مين غلط الغلطه الشهيره؟ قال لي ايه البليدنج تايم والكوجليشن تايم نورمال، قلت بقى ايه مش هيموراجيك. ليه؟ هو الواحد ما ينزلش الا اذا كان عنده بليدنج تندنسي، ما ينفعش يكون واخد مطوه واخد رصاصه، ما هو البليدنج له اسباب ثانيه غير البليدنج تندنسي يا جدعان، صح؟ يبقى يا هيموليتك يا هيموراجيك. هو بقى يحط لك ايه؟ يقول لك ايه ان ايه بوزيتيف، يبقى دي ايه؟ اكواير اوتو اميون هيموليتك يعني ساعات دي كده most probably for systemic lupus erythematosus most probably. تقول له الكلام ده يقول لك ليه يا ابني رجعت هنا هيموليتك؟ قول له ان مديني ايه ان ايه بوزيتيف هنا وده ممكن يكون سيستميك لوبس، والسيستميك لوبس انتوا عارفين ان هيموليتك انيميا زي ما قلنا الحصه اللي فاتت يا انهيرتد يا اكوايرد يا اميون يا نون اميون. فهنا مديك الاوتو انتي بادي اهو اللي هو ايه انتي نيوكلير انتي بادي، خلي بالك ممكن تزودها ايه ان ايه بوزيتيف يساوي سيستميك لوبس erythematosus هيموليتك. فور اكزامبل يعني تقرير 10 وهم كلهم كام؟ 14 هيموجلوبين 19 بولي سايسين هيماتوكريت 60% ريد سيل كاونت 7,800,000 ريتيكلوسيتك كاونت 2% مين كورباسكو ليفل 92 30 33 نورمو. يبقى ده ما نبص عليها، يبقى ده ايه عن بوليسايسين توتال اوكسيتد كاونت 20,000 والبليتد 700,000 يبقى برايمري ولا سكندري؟ ها؟ برايمري بوليسايسين يبقى ربيع. ولذلك الفيرست اور ميلي واحد لو اس ار اي اس ار في الحد الادنى الانيميا بتعلي الاي اس ار انما دي بتوطي الاي اس ار. على فكره الكتاب ده مش كتابي، ده ورق الدكتور سامح لبيب، هو الحبه اللي في الاول دول بس اللي عاملهم الجداول دي والالجوريزمات، انما الجزء اللي بالخط المختلف ده دكتور الدكتور سامح لبيب، ان انا ما عملتش كتاب كلينيكال باثولوجي لغايه دلوقتي. تقرير 11 هم كلهم كام؟ هم جايبين 5 الريد سيل كاونت ارنب و500 باب 1,500,000 ريتكسير كاونت 0%، مين كورباسكولار فوليوم 92 30 33 يبقى نورموسيتك نورموكروميك
انيميا. توتال لوكسيتيك كاونت 1400 واط، البليتيك كاونت 50000. دي بان سايتوبينيا ابلاستيك انيميا لان الريتكس واطي مش كده، دي ابلاستيك انيميا. برافو عليك. طب البليتيك تايم واطي ليه؟ عشان البليتيك كاونت قليل. كوجليشن تايم نورمال ليه؟ لان مالوش علاقه. انتوا معايا ولا في التوهان؟ لا قول فصلت. في ناس تاني قاعده ليش اسمه تقرير 12 هيموجلوبين 14 نورمال، توتال اكسيت كاونت 22 يبقى ايه؟ الليفوسايتوز. اهبدني الديفرنشال، اعلى رقم الليفوسايتس يبقى ليمفو سايتوز. بليت كاونت 52 يبقى ده غالبا. بصوا خلي بالكم المونوسايتس كمان عالي، لما كنا 2 ل 10 تي بي او فايرال انفكشن، انفكشن مونونيكليوز مثلا، تعالي المونوسايتس. فخلي بالك من الموضوع ده. يقول لك ايه الاسباب؟ طبعا اسباب المونوسايتوز الكلام دي مكتوبه ورا حفظ وعليكم في النظر حفظ، لكن كلمه رد غلطان زي فايرال انفكشن زي الانفكشن مونوكليوز دي بي. خلي بالك الاي اس ار عالي بسبب الانفكشن. تقرير 13 وهم كلهم 14 هيموجلوبين 10.5 انيميا هيماتوكريت 35.3 مليون و800 الف انيميا مين كورباسكولار فوليوم 60 هيموجلوبين 24 كونسنتريشن 25 مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا توتال اوكسيتيك كاونت 8000 نورمال. الليمفوسايتس لا نورمال. البليت كاونت 250000 نورمال يبقى ايه؟ الفرنش دوس نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. بس خلي بالك بص هنا على الايزينوفيل المفروض 1 6 طلع 9 يبقى الارجح ان دي انكيلوستوم انيميا. انكيلوستوم الفيرست اور والسكند اور عليه. تقرير 14 وهم كلهم كام؟ 14 هيموجلوبين 11 هيماتوكريت 35 ريتيكولوسايت 2,800,000 يبقى ايه؟ الريتيكولوسايت كاونت 10%. مين كورباسكولار فوليوم 110 هيموجلوبين 40 يبقى دي ماكرو سيتيك نورموكروميك انيميا اللي هي الميجالوبلاستيك انيميا. حلو قوي. تي ال سي واطي طبيعي، بليتلت كاونت واطي، وانايسايتوس وبوليكوسايتوس يبقى دي ايه؟ ميجالوبلاستيك انيميا. طيب الميجالوبلاستيك انيميا دي المفروض يكون معاها ايه؟ الريتكس واطي عاليه. دي بقى احد اسباب الريتيكولوسايتوس ايه؟ انيميا اندر تريتمنت. ما هو المفروض الريتيكولوسايتس هي تبقى واطيه لان مفيش بول مار بروليفريشن، صح ولا لا؟ طب ليه طلع الريتكس عالي؟ مش المفروض واطيه بياخد علاج؟ مش احد اسباب الريتيكولوسايتوس انيميا اندر تريتمنت؟ يبقى السبب هنا انيميا اندر تريتمنت. بس حبه حلوين اهم. هتلاقي بقى في النص ايه؟ كودس اوف ليمفوسايتوزس، شويه اسئله نظري من الكتاب النظري، مجمع متجمعين هنا في كتاب الدكتور سامي. بس